السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بجميع متتبعي قناة عالم عواطف، وبغيت نرحب كذلك بالمشتركين الجدد معايا في القناة، وكنقول لهم مرحبا بكم كاملين معايا. وما تكون لهاد القناة تزيد إلا بدعمكم وتشجيعكم وتفاعلكم معايا، وإن شاء الله يا ربي نفيدكم ونستفادوا مع بعضنا إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم خبز الطوست أو الباندومي بالدقيق الكامل. هاد الباندومي اللي كتجي زوينه وخفيفه ورطبه من الداخل، وكيبغيوها الوليدات هكذا في الصباح، وحتى الكبار علاش لا، في الصباح مع زبيده وعسيله كيجي رائعه، وبطريقه اللي هي جد سهله. خليكم معايا تشوفوا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا سر نجاح هاد الباندومي. وقبل ما تشوفوا الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك، والناس اللي كيشوفوا القناه لاول مره ضغطوا على زر الاشتراك، صابوني اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. لهذا الباندومي او الطوست غادي نحتاجوا 500 غرام ديال الدقيق الكامل، يعني الكومبلي بالنخاله ديالو كما كتشوفوا، 3 المعالق ديال النشا، معلقه الملحه، معلقه الخميره الفوريه او خميره الخبز، معلقه ديال السكر الخشن، 3 المعالق ديال زيت الزيتون، واحد الياغورت طبيعي، كاس ديال الماء باش غنجمعوا العجينه، الماء دافئ. وهنا عندنا شوفان، وعندنا الخشخاش اي البافو. هنا بالنسبه للزرع يمكنكم نتوما تستعملوا اي زريعه كتبغيو، زريعه الكتان اللي بغيتو نتوما، انا هنا اختاريت نستعمل الشوفان والبافو. نبداو على بركه الله. هنا خديت قلنا 500 غرام ديال الدقيق الكامل، نص كيلو، 3 المعالق ديال النشا، غنضيف الملحه، الخميره الفوريه معلقه كبيره، معلقه السكر الخشن، 3 المعالق زيت المائده، سمحوا لي، 3 المعالق ديال زيت الزيتون، وعندنا كاس ديال الياغورت. غنخلطوا هذه المكونات كامله مع بعضها، هكذا صافي. غادي نزيد الماء الدافئ، كما كنقول لكم ديما الماء عينا ميزاننا، المهم جهد ما تجمع لنا العجينه وتجينا مرخوفه ما تجيناش قاصحه. صافي، دابا غادي ندلك العجينه ديالي ونرجع عندكم. بعد ما دلكت العجينه ديالي مزيان غادي نغطيها ونخليها حتى تخمر وتضاعف الحجم ديالها، ومن بعد نرجع عندكم. بعد ما خمرت العجينه مزيان وتضاعف الحجم ديالها كما كتشوفوا، غادي نحيدها من هذا الاناء وندوز نطلقها واحد شويه. غادي ندير شويه ديال الدقيق باش ما تلصقش، غنطلقها هي واحد شويه هكذا كما كتشوفوا، هي واحد شويه غنطلقها. صافي بركه، وغادي نلويها بهذا الشكل. وغنجيب الشوفان، ونجيب داك البافو او الخشخاش على هذا الشكل هذا. صافي، ونبدا كنرولي فيه داك العجينه، نضيف شويش. صافي هكذا، صافي على هذا الشكل هذا. دابا غادي ناخذ المول اللي غندخل للفران، دهنت فيه شويه الزبده باش ما تلصقليش العجينه. صافي، وغادي نوضع فيه هذا العجين ديالي على هذا الشكل، اللي نزيد شي شويش من الوجه، ونحاول نقاد هذه العجينه ديالي مزيان هكذا هي بيدي. صافي، غادي نعاود نخلي الخبز ديالي تخمر مزيان حتى تنفخ وتطلع، ونرجع عندكم. الخبز ديالنا هي خمرات وطلعت كما كتشوفوا، ضعف الحجم ديالها. دابا سخنت الفران على درجه الحراره 200 درجه، غادي ندخلها طيب من التحت حتى طيب وتبدا تحمر لي من التحت، عاد نشعل عليها من الفوق ونخليها تكمل طياب تقريبا بحال الطريقه ديال المسكوته، كطيب من التحت
وعاد كنشعل عليها من الفوق ونشوفكم من بعد. هذا هو الشكل النهائي ديال خبز توست او البان دو مي ديالنا، كيجي على هذا الشكل محمر. انا هنا درت الشوفان والبافو، يمكن لكم نتوما ديروا زريعه الكتان، يمكن ديروا الزنجلان، يمكن لكم تختاروا اي زرارع اللي كيجيو مع البان دو مي، كتجي زويونه. خصنا نتسناوها حتى تبرد مزيان، عاد ناخذوا سكين اللي يكون ماضي باش ما تفتتناش ونقطعوها. ها هي شكلها كي كيجي من الداخل، كتجي هكذا فتيتيه ورطبه وزوينه. نتمنى تقدموها لوليداتكم بالصحه والراحه مع زبيده ولا عسيله في الكوتي ولا في الفطور. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم وتجربوها في بيوتكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش لي لايك وتابوناو معايا في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء مع فيديو جاي ان شاء الله.